في الرواية الشريفة رواية جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: لما سميت فاطمة الزهراء زهراء؟ سبب هذه التسمية. قال عليه السلام: لأن الله عز وجل خلقها من نور عظمته. لو تتأملون في منطوق هذه الرواية كل جملة فيها باب للمعرفة وتستحق مجلس كامل للبحث. يعلل فيها الإمام الصادق صلوات الله عليه سبب تسمية فاطمة بالزهراء. قال: لأن الله عز وجل خلقها من نور عظمته، فلما أشرقت أضاءت السماوات والأرض بنورها، وغشيت أبصار الملائكة، وخرت الملائكة لله ساجدين، وقالوا: إلهنا وسيدنا، ما هذا النور؟ سؤال مستفهم مستعجب. فأوحى الله إليهم: هذا نور من نوري. لاحظوا التنكير في العبارة: هذا نور من نوري. أسكنته في سمائي، خلقته من عظمتي، أخرجه من صلب نبي من أنبيائي. هنا أيضا الإبهام فيه نكتة. أفضله على جميع الأنبياء، هذا النور على جميع الأنبياء مفضل، وأخرج من ذلك النور أئمة يقومون بأمري ويهدون إلى حقي، وأجعلهم خلفائي في أرضي بعد انقضاء وحي. هذا منطوق واحد يتضمن أصول الدين وفلسفة النبوة والإمامة، كلها يتضمنها هذا الحديث.